حرصت اللجنة المنظمة لفعاليات يوم التأسيس على إبراز تراث المجتمع السعودي المتنوع الذي رافق مراحل تأسيس الدولة. ومن بين تلك الفعاليات نجناج الرياض، وهو معرض مفتوح يحاكي واقع الحياة اليومية للأسواق الشعبية والتي تعكس ملامح الازدهار الاقتصادي والاجتماعي. ضمن فعاليات يوم تأسيس الدولة السعودية، كان التراث السعودي حاضرا وبقوة في عدد من الفعاليات، ومن بينها فعالية نجناج الرياض المقامة ضمن احتفاء المملكة بيوم التأسيس وسط حضور كثيف من الأهالي. كلمة نجناج هي من كثرة ما يتعاطون في الأسواق من البيع والشراء، ما تسمع إلا قولة بعت شريت شريت بعت، فهنا بيع وهنا شراء، هذا ينادي وهذا يحرج وهذا، فتسمع الأصوات زي دوي النحل، فأطلق عليه النجناج. فالفكرة من الفعاليات اللي موجودة إبراز مهام الشخصيات، تعريف بالشخصيات اللي قامت بالدولة، اللي بنت الدرعية، وكيف وجدوا كيف كانت انطلاق الدولة السعودية من الدرعية. صممت هذه الفعالية كمحاكاة لحركة الأسواق التجارية القديمة والتي رافقت نهضة التأسيس الأول في صورة تاريخية أقرب للواقع لماضي هذه الأسواق. هو التأسيس هو الأصل، أصل للدولة هذه السعودية العزيزة الغالية على قلوب الجميع، وهذا العز والفخر لنا أساسا كسعوديين، ونفخر بحكامنا من محمد بن سعود إلى ملكنا سلمان الله يحفظه، مرورا طبعا بعبد العزيز المؤسس للدولة السعودية الثالثة، ولنا كل الفخر كسعوديين بهذه الدولة السعودية الحمد لله. احنا كسعوديين نتذكر التراث القديم، احنا نتوارثها ونورث للأجيال القادمة هذا التراث، ثقافتنا هويتنا. وتم تقسيم موقع الفعالية إلى 5 مناطق، وهي الوسطى والشرقية والشمالية والغربية والجنوبية، ولكل بوابة تضم معرضا فنيا مصقرا يعكس تراث وتاريخ كل منطقة. ثلاثة قرون من العز والخير والعطاء، اليوم بدأنا إحنا في حما وطننا في أمن وأمان، ورفعنا الراية، وطني يتلحف سماءك وأفترش أرضك وأتنفس هواءك، وطني بك أسمو وبك أعلو، وطني قبلة المسلمين، وطني وطن سلمان، العز والأمان، الحزم والحنان. حرصت اللجنة المنظمة لفعاليات يوم التأسيس أن تكون هناك نسخا متعددة لهذه الفعالية في معظم مدن السعودية ومناطقها، لترسيخ فكرة توحيد النسيج الاجتماعي السعودي مصدر قوة نهضتها. تأتي فعالية نجناج لتعكس واقع الحياة اليومية في مرحلة الدولة السعودية الأولى، وهو الواقع الذي اهتم في بناء الدولة وتأهيلها لتكون عنصر جذب اقتصادي واجتماعي وثقافي. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين الرياض.